أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. معكم المعلمة روان المصرية من مدرسة التطبيقات النموذجية الخاصة في درس جديد من دروس العلوم للصف الخامس الأساسي بعنوان أتحرك بمرونة. سنتعرف في هذا الدرس إلى الكائنات الفقارية والكائنات اللافقارية، وأيضا سنميز بين شعب اللافقاريات. عالم الحيوانات هو عالم واسع جدا ويحتوي على العديد من الكائنات التي تتشابه وتختلف في بعض الصفات. من خلال هذه الصورة سوف نبدأ بالتمييز بين هذه الكائنات من خلال ملاحظتكم لهذه الصورة. أما بماذا تتشابه وبماذا تختلف هذه الكائنات عن بعضها البعض؟ تفضلي لانا. تختلف بأنه يوجد كائنات فقارية وكائنات لا فقارية. أحسنتي، تختلف بأنه يوجد كائنات فقارية ولا فقارية. ما الذي يميز الكائنات الفقارية عن اللا فقارية؟ الكائنات الفقارية لها هيكل عظمي، والكائنات اللافقارية ليس لها هيكل عظمي. أحسنتي، شكرا لك. ما الذي أيضا تختلف فيه هذه الكائنات عن بعضها البعض؟ تفضل منير. طريقة التكاثر بين الحيوانات. أحسن، طريقة التكاثر فيما بينها. وأيضا كريم. طريقة حركتها ونمط غذائها. أحسن، طريقة الحركة ونمط الغذاء. ما الذي يعطيها هذا الشكل الخارجي الذي نراه عليه؟ تفضل كريم. هيكلها العظمي. هيكلها العظمي. هل وحده أم يوجد جزء آخر يساعد؟ بالمساعدة مع العضلات. نعم، إن الهيكل العظمي والعمود الفقري هو الذي يعطي الشكل الخارجي لجسم الكائنات الحية، والعضلات هي التي تساعد الهيكل العظمي والعمود الفقري كي تتحرك هذه الكائنات. إذن تتشابه الحيوانات وتختلف عن بعضها البعض من حيث العديد من الصفات كالبيئة التي يعيش فيها كل حيوان، نمط التغذية، الجلد أو الغطاء الذي يكسو هذا الجسم. لنرى معا هذه الصورة تتضمن دودة الأرض ونجم البحر. برأيكم هل تمتلك هذه الحيوانات هيكلا عظميا يدعمها؟ زينة؟ لا، لأنها حيوانات لا فقارية. أحسنتي، لا لأنها حيوانات لا فقارية. إذن يمكننا التمييز بين الحيوانات بأنها كائنات فقارية أو كائنات لا فقارية. لنميز بين هذه الأحياء، هل هي فقارية أم لا فقارية؟ لنبدأ الضفدع لانا. فقاري، من الفقاريات. أحسنتي، هو يعد من الكائنات الفقارية. الجرادة، من اللافقاريات. أحسنت، من اللافقاريات. الثعلب عبد العزيز، من الفقاريات، يعد من الفقاريات. وأيضا الذي لدينا الأخطبوط، يعد من اللافقاريات. يعد من اللافقاريات. الكائنات الحية تصنف إلى كائنات فقارية وكائنات لا فقارية. الفقاريات هي التي تمتلك هيكلا عظميا كما ذكرنا في البداية، واللافقاريات هي التي لا تمتلك هيكلا عظميا ولا عمودا فقاريا. سوف نقوم بمجموعة من الأنشطة. النشاط الأول، سوف نصنف هذه الحيوانات تبعا لأن الفقاريات تختلف وتتنوع في عدد الكائنات التي تنتمي إليها. فقام العلماء بتصنيف هذه الكائنات تبعا إلى الصف الذي تنتمي إليه. تحدثنا في دروس سابقة عن صفوف الفقاريات، وفي درسنا لليوم سوف نتحدث عن شعب اللافقاريات. ولكن قبل أن نبدأ لنصنف هذه الكائنات تبعا للصف الذي تنتمي إليه. الضفدع يعد من الفقاريات ولكنه ينتمي إلى الصف لانا. البرمائيات. يعد من البرمائيات. ما سبب كونه من البرمائيات منير؟ لأنه يعيش في اليابسة وفي الماء معا. لأنه يقضي نصف حياته الأول على في الماء ونصف الآخر على اليابسة، لذلك يعد من البرمائيات. القرش يعد من الفقاريات ولكن إلى أي صف ينتمي؟ يارا. من المائية. يعيش في البيئة المائية، نعم، ولكن إلى أي صف ينتمي؟ الأسماك. ينتمي إلى صف الأسماك. إذن يارا، إلى أي صف ينتمي القرش؟ إلى الأسماك. إلى صف الأسماك. أحسنتي. الحمام ينتمي إلى صف زينة. الطيور. الطيور، شكرا لك. أما الحصان فهو ضمن صف كريم. الثدييات. الثدييات. والسلحفات. من الزواحف. من الزواحف، وتصنف أيضا ضمن الزواحف. إذن الفقاريات تضم الطيور، عدة صفوف وهي الطيور، الزواحف، الأسماك، الثدييات، وكذلك البرمائيات. لنقوم بنشاطنا الأول، سوف أوزع عليكم مجموعة من الصور.
هذه الصور تتضمن مجموعة من الحيوانات، أريد منكم أن تصنفوا وتقدروا الحيوانات حسب البيئة التي ينتمي إليها كل كائن حي، إضافة إلى أن قرصته وصفاته على الأقل، وذلك بالتعاون والمشاركة فيما بينكم كمجموعات. لنشاهد معا الإجابات الصحيحة. الطاووس يعيش في البيئة لانا اليابسة. يعيش في بيئة اليابسة. وما الذي أبرز ما أبرز ما يميزه؟ ذيله وريشه ملونان. نعم أحسنتي، ذيله وريشه ملونان. قنفذ البحر يعيش في البيئة المائية. أحسنتي، البيئة المائية. وأبرز ما يميزه؟ يغطي جسمه الأشواك. يغطي جسمه الأشواك، شكرا لك. أما الثعلب فهو يعيش يعرف البيئة اليابسة، في بيئة اليابسة. وما الذي يغطي جسمه هل تعلمين؟ الفرو. نعم يغطي جسمه الفرو. الأخطبوط يعيش في البيئة المائية. يعيش في البيئة المائية. وما الذي يميزه؟ لديه 8 أذرع و3 قلوب. نعم شكرا لك على هذه المعلومة. له 8 أذرع. والنملة تعيش في البيئة اليابسة. اليابسة. أبرز ما يميزها؟ لها 6 أرجل. لها 6 أرجل. أما السلحفاة تعيش في البيئة البرمائية. وأبرز ما يميزها؟ لها جلد مقوى بحراشيف قرنية. نعم شكرا. وأيضا تمتلك درعا عضوية. نشاطنا الثاني لهذا الدرس، لدينا مجموعة من الكائنات، ولكن هذه الكائنات هي كائنات لا فقارية. أريد منكم أن نميز فقط بعدد أجزاء الجسم وعدد الأرجل، وإن أمكن ندون معلومة عن هذه الكائنات. تشارك فيما بينكم الفضل لنحدد عدد أقسام جسم الكائن. نعم فالجرادة كم قسم لجسمها؟ نعم 3. تقليل حد الجرادة كم عدد أقسام جسمها؟ لنناقش إجاباتكم. لننظر معا إلى هذه الصورة. تمثل هذه الصورة الجرادة، هل هي من الفقاريات أم اللافقاريات؟ كريم، من اللافقاريات. من اللافقاريات. لنلاحظ معا عدد أجزاء جسم الجرادة. لاحظوا معي كم جزء يتكون جسمها؟ من كم جزء؟ من 3 أقسام. من 3 أقسام. أحسنت، وهي الرأس وأيضا الصدر والبطن، الذي يقسم مقسم إلى 11 حلقة. يغطي جسمها طبقة كيتينية، وهي طبقة غنية بالدهون والمواد الغير عضوية. ولا تمتلك، لاحظوا كم أرجل؟ كم أرجل؟ 6 أرجل. 6 أرجل للجرادة، 6 أرجل. هل تعلمون أن بعض شعوب آسيا وبعض الدول العربية يعتبر الجراد من الطعام المفضل لديهم، باعتقادهم أنه غني بالمواد الضرورية كالفيتامينات والدهون، وأيضا المواد العناصر المعدنية. ما رأيكم في هذه الوجبة؟ الحريش العاض أو الحريش العاض يعرف بالعامية باسم، هل تعلمون ما اسمه بالعامية؟ أم 44. تمام، أم 44. وهل تعلمون سبب تسميتها بهذا الاسم لعنى؟ لها 42 إجرا قدما وقرنين الاستشعار. تمام، تمتلك 42 قدما وقرناء استشعار. يتألف جسمها من قسمين، وهو الرأس والجدع، الذي يخرج منه أشفاء الأنفر. كما ذكرنا أن عالم الحيوانات واسع جدا، ولكن الكمية الكبيرة أو الجزء الأكبر كان من نصيب اللافقاريات، فهي تشكل 93% من الحيوانات الموجودة في الكرة الأرضية. تبعا لذلك قام العلماء بتصنيف كما ذكرت في بداية الدرس اللافقاريات ضمن شعب، أما الفقاريات فكانت ضمن صفوف. هذه الشعب هي 6 شعب، سوف نخوض جولتنا ضمن هذه الشعب.
ولكن قبل أن نبدأ بتصنيفها ضمن الشعب التي تنتمي إليها، أريد منكم أن تسموا لي هذه الحيوانات التي تظهر لدينا في هذه الصورة. الحيوان الأول، الكائن الأول، إسفنج البحر. نعم، إسفنج البحر. الصورة الثانية، الحبار. الحبار. الصورة الثالثة كريم، العنكبوت. العنكبوت. ولدينا أيضا منير، قنديل البحر. قنديل البحر. وماذا يوجد في الصورة الخامسة يا رأى؟ الدعسوقة. الدعسوقة تسمى بالعامية، تعرف العامية باسم، هل تعلمون زينة؟ الخنفساء المنقطة. الخنفساء المنقطة، أو لها اسم آخر منير، عزيز. تمام، أحسن. وأيضا لدينا في الصورة السادسة الدودة، وهي أحد أنواع الديدان، الديدان الحبلية. ولدينا أيضا سرطان الماء العذب. سرطان الماء العذب. وأيضا في الصورة الثامنة زينة، الحلزون. الحلزون. وأيضا منير، نجم البحر. نجم البحر. وأخيرا لدينا كريم، دودة الأرض. دودة الأرض. سوف ندخل بالتفصيل إلى هذه الشعب. لنبدأ محطتنا الأولى في شعبة الإسفنجية. تتميز هذه الشعبة بألوانها الزاهية واللافتة للنظر. تشكل شعبة مستقلة تدعى المساميات، هل تعلمون سبب تسميتها بالمساميات؟ تفضل كريم. لأن يوجد على سطحها مسام صغيرة. نعم، مسام صغيرة وثقوب تستفيد منها في الغذاء والأطراح وأيضا النقل. تعيش في جميع البحار وتوجد في أيضا في المياه العذبة. من الصور السابقة، هل تذكرون أو تستطيعون تخمين ما الذي ينتمي إلى شعبة الإسفنجيات؟ تفضلي لانا. إسفنج البحر. نعم، شكرا لك، إسفنج البحر. محطتنا الثانية في شعبة معائيات الجوف. تعيش هذه الكائنات في البيئات البحرية، تأكل الأسماك، لذلك تعد من أكلات اللحوم. تستعمل خلايا لاسعة من أجل الحصول على الغذاء وأيضا للدفاع عن نفسها، ويندرج ضمنها قنديل البحر. محطتنا الثالثة في شعبة الرخويات. من اسمها رخويات، كيف تبدو أجسامها؟ هل هي طرية أم صلبة؟ كريم. طرية. نعم، أجسامها طرية، تتكون من رأس وبطن يغطي غالبها هيكل خارجي صلب. تكيفت مع جميع البيئات عدا بيئة الهواء، مثال عليها المحار والأخطبوط. شعبة شوكيات الجلد، من الواضح أن يغطي جسمها الأشواك. نعم، يغطي جسمها الأشواك. تعيش في البحار أو قريبة من الشاطئ، وكمثال عليها نجم البحر وكذلك قنفذ البحر. مفصليات الأرجل، هل تعلمون ما الذي ينتمي إلى مفصليات الأرجل؟ كريم. الجرادة. نعم، والحريش العض. نعم، الجرادة والحريش العض، تتميز بأنها لها أرجل كثيرة. تشكل شعب مفصليات الأرجل النسبة الأكبر من شعب اللافقارية، فهي تضم 80% من الحيوانات من هذه الشعبة. تتواجد في البحر واليابسة وتدخل في السلسلة الغذائية. وكما ذكر كريم، الحريش العض والجرادة هما من الأمثلة على شعبة مفصليات الأرجل. وأخيرا شعبة الديدان، جميعنا يعرف الديدان. أين تعيش الديدان زينة؟ في بيئة اليابسة. في بيئة اليابسة. وأيضا أين من الممكن أن توجد يارا؟ في الأرض. في الأرض داخل التربة. هل لها فائدة للتربة أم هي ضارية تعتبر بالنسبة للتربة؟ لها فائدة بتهوية التربة. نعم، أحسنت، لها فائدة في تهوية التربة. يوجد للديدان ثلاثة أنواع رئيسة، وهي مسطحة والقصيرة والديدان المسطحة، مثال عليها دودة الأرض. لنطبق ما تعلمناه من خلال تصنيف هذه الأحياء ضمن الشعبة التي تنتمي إليها من شعب اللافقاريات. إسفنج البحر ينتمي إلى شعبة منير. الإسفنجيات. الإسفنجيات. ماريو كريم. نعم. الإسفنجيات. نعم، أحسنتم، شعبة الإسفنجيات. قنديل البحر زينة. معائيات الجوف. معائيات الجوف. وأيضا دودة الأرض يارا. الديدان. تنتمي إلى شعبة الديدان. العنكبوت ينتمي إلى شعبة مفصليات الأرجل. أحسن عبد العزيز، مفصليات الأرجل. والحبار ينتمي إلى شعبة كريم. الرخويات. ممتاز، الرخويات. ونجم البحر ينتمي إلى شوكيات الجلد. شكرا لك يا عم، شوكيات الجلد. إذن اللافقاريات تضم عدة شعب، وهي نستذكرها معا زينة. الإسفنجيات. الإسفنجيات. وأيضا مفصليات الأرجل. الديدان. الديدان. شوكيات
شوكيات الجلد. نعم شوكيات الجلد وأيضا الرخويات. الرخويات معائيات الجوف. إذا تحدثنا في درسنا عن أن اللافقاريات هي الكائنات التي لا تمتلك عمود فقري. ونجيب معنا على هذه الأسئلة. لديكم أمامكم حجية. أريد منكم أن تطرحوا هذه الحجية على بعضكم البعض ونتشارك من خلال الحوار في حل هذه الحجية. تفضل عبد العزيز. لي 8 أزرع وأنا من الرخويات، فمن أكون؟ من تكون؟ الأخطبوط. الأخطبوط. ما رأيكم؟ هل هو الأخطبوط؟ لي 8 أزرع وهو من الرخويات؟ نعم. الأخطبوط. نعم. تفضلي لنا. أقوم بصنع العسل وأنا من مفصليات الأرجل، فمن أكون؟ من هي؟ النحلة. النحلة. إذن النحلة تقوم بصنع العسل وتعد من مفصليات الأرجل. نعم. وكما سبق 8 أزرع وأنا من الرخويات فهو الأخطبوط. وأنا لدي أيضا أحجية. لجسمي لتؤات دقيقة بارزة نحو الخارج على شكل رؤوس مدببة كالأشواك، وأنا من شوكيات الجلد، فمن أكون؟ دينا. نجم البحر. نجم البحر. ألا يمكنه أن يكون قنفذ البحر؟ لا. لماذا؟ لأنه له 8 لا رؤوس. نعم نجم البحر لجسم النطاق، ومن الممكن أن يكون قنفذ البحر. لنتذكر معا ما تعلمناه في هذا الدرس. تحدثنا أن اللافقاريات كيف نستطيع تمييزها من بين الفقاريات؟ وجود هيكل عظمي. هل اللافقاريات تمتلك هيكل عظمي؟ ما رأيك؟ لا. اللافقاريات هل تمتلك هيكل عظمي؟ لا تمتلك. لا تمتلك. إذن اللافقاريات لا تمتلك هيكلا عظميا ولا عمودا فقاريا يدعمها. نستذكر معا اللافقاريات التي تضم، نعيدها مرة أخرى من عبد العزيز. مفصليات الأرجل. مفصليات الأرجل. وأيضا شوكيات الجلد. شوكيات الجلد. منير. الرخويات. الرخويات. وأيضا الإسفنجيات. لانا. معائيات الجو. وأيضا شوكيات الجلد. شوكيات الجلد. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا التحرك بمرونة، وتعرفنا إلى اللافقاريات واستطعنا تصنيفها ضمن شعبها الرئيسية. أتمنى لكم التوفيق والنجاح ودمتم سالمين.